بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي هنشوف ازاي نحط السبورت في برنامج ريفت 2017. اولا هاجي هنا اشغل الفابريكيشن بارت، دي قائمة بتنزل بحيث ان انت تقدر تختار الكوع والصاج وتقسم الحاجات بحيث انها تتعمل في المصنع. شغل بقى مولات، يبقى انت كده وصلت ال LOD 400، تمام. طيب هاجي اعمل سيلكت للصاج، تمام، وليكن مثلا الصاج دوت هقول له من الاختيارات اللي هتجيلي ديزاين تو فابريكيشن، واقول له ماشي دكت ورك. فهو يبدأ يشوف هيتعمل ازاي، هقول له شو سيرفيس كده. انا اقدر اختار اي هانجر من هنا واحطه في الصاج على طول. دي من الخصائص اللي عجبتني في ريفيت 2017. دلوقتي اقدر اقول له انا عايز اختار من هنا الهنجر، واشوف اني هنجر اللي انا هستخدمه واحطه في الصاج، وليه ان انا اتحكم في الحجم بتاعه زي ما انا عايز. وليكن مثلا اختار دوت وابدا اقرب من الصاج. تمام بالشكل دوت، تمام. تقدر تعمل سيلكت للسبورت وتكبر، هتلاقي في مقابض بحيث ان انت تكبر وتصغر زي ما انت عايز، بحيث ممكن مثلا تكبر ده وتخلي مثلا ياخد الصاج اللي جنبيه معاه بالمرة كمثال يعني. الموضوع اخوكم عمر سليم.